على الوان فريقها اكيد. كره في وسط الميدان للترجي الذي تونسي، فرجاني ساسي، فرجاني يمس مع انيس البدري، البدري لسعد بكير، بكير المباركي، مباركي لبكير مره اخرى، كره للترجي في وسط الملعب. شمس الدين ذوادي، شمس الدين ذوادي يلعب مع فخر الدين بن يوسف الى ايهاب المباركي مره اخرى، كره ترجيه. الترجي ما يقلقش، الترجي ما يتعبش، الترجي ما يلوحش الكره كما جا. هذه حاجة من النقاط الإيجابية حتى من اللي كان عمر الصوايح، كان الترجي يعمل في اليوم جو ممكن جو كان نوعا ما باسيف شوية نتاع الترجي التونسي، ما فيش أكثر خطورة هجومية، لكن الترجي من بداية الموسم يشد كورة ما يركحش، ما يفرفش بلغتنا. كرة على اليسار للترجي الذي تونسي، محاولة الحارس بلال السويسي، والثالث والثالث لفخر الدين، يسجل هدف ثالث للترجي الرياضي التونسي ويستغلها هفوة دفاعية جديدة في تشكيلة المتلوي. جول ثالث للترجي الرياضي التونسي، رجعت الكرة من بلال السويسي، ما ينجم يعمل حتى شيء أكثر من هكا بلال. تجي الكرة قدام فخر الدين بن يوسف وقدامكم لاعبين الترجي الرياضي التونسي، فرحانين بالهدف الثالث اللي يقتل المباراة تماما في 79 دقيقة. وبلال السويسي أمسية صعبة وصعبة جدا رغم تصدياته. نصحتك نصحتك خويا ما تغلطش قدام الخنيسي، جاك الروش، استنيت الخنيسي جاك الروش. هاي الكرة قدامكم، كانت الكرة مخدومة كما يلزم من لاعبي الترجي الرياضي التونسي. انيس البدري بتمريراته اللي حبهم بالباس، خاصة يكونوا لسونتراج القصار والطويل بالاكستيريور. قاعد نشوف في تغيير، ادم الرجابي يدخل مكان فخر الدين بن يوسف ويخرج فخر الدين بعد تسجيله للهدف الثالث لفريق الترجي الرياضي التونسي.